أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم قص المرأة شعر رأسها؟ وهل كن الصحابيات يفعلن ذلك؟ وما حكم صبغ المرأة شعرها بغير الحنة كالأصفر والأخضر إن لم يكن بشعرها شيء؟ عبث المرأة بشعرها لا يجوز، إذا كان شعرها على طبيعته وعلى خلقته وليس فيه تشويه فإنها تتركه على ما هو عليه، إذا كان فيه شيب فإنها تصبغه بغير السواد، تصبغه بالحنة أو بشيء غير أسود خالص أو بأصفر ما يخالف، بغير السواد إذا كان فيه شيب. أما إذا كان أصله أسود ولا شاب فإنها تتركه ولا تعبث فيه هذه الأصباغ وهذه الموضات الجديدة. وأما القص فلا يجوز إلا للحاجة، إذا احتاجت إلى قصه كونه طويلا عليها جدا ويثقل عليها، أو هي كبيرة السن وليست بحاجة إلى الشعر الكثير وتخفف منه لأنها ليست رغبة للرجال كبيرة، مثل ما فعلت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فمنهن من قصت شعرها لأنها لا تنتظر زواج، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل أن يتزوجن غيره، قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لأنهن زوجاته في الجنة عليه الصلاة والسلام. فبعضهن لما ثقل عليها الشعر وهي ليست برجاء أنها تتزوج قصت منه لأجل التخفيف، ما هم لأجل الزينة وإنما لأجل التخفيف فقط، عند الحاجة لا بأس. أما العبث بالقص والقصات اللي يسمونها، حتى أن بعض النساء تخليه على صفة لمة الرجل، وهذا تشبه بالرجال، قد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. إذا وصل الأمر إلى أن تقص رأسها حتى يصبح مثل الرأس الرجل فهي ملعونة بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.